يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين. الأولى أنني حلفت بالطلاق لا أفعل شيئا ما بنفسي، ولأهمية ذلك العمل لي فلم أجد من يقوم به غيري فعملته. والحالة الثانية هي أنني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار كرهت الجلوس بعده، فقلت علي الطلاق بالثلاث، أنني لا أقعد معكم، وحاولت الخروج ولكن بعض الأصحاب ألحوا علي في البقاء معهم وفعلا بقيت ولم أخرج. فماذا علي في هاتين الحالتين؟ وماذا يلزمني فعله لكي أحافظ على زوجتي؟ لا يجوز للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحا على لسانه دائما، وعند أدنى سبب يتلفظ بالطلاق، لأن هذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. والطلاق أمر خطير وبغيض إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق. أما أن يتخذ الطلاق محل اليمين ودائما يهذو به ويتكلم به فهذا لا يجوز. أما من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين، فهذا إن كان يريد تعليق الطلاق على شيء إذا حصل فإنه يقع عند حصول المعلق عليه. نعم، إذا كان أراد تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء، وأنه إن دخل أو إن فعل كذا فزوجته طالق، فإنها تطلق عند حصول المعلق عليه. أما إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك، فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، ويكون فيه كفارة اليمين. فيكون عليك إذا كنت قصدت منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين، إذا كان قصدك منع نفسك فقط ولم ترد تعليق الطلاق، فإنه يجب عليك كفارة يمين لكل مرة. يعني يكون عليك كفارتان: كفارة للمرة الأولى وكفارة للمرة الثانية، بأن تطعم عن كل مرة 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين، لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء على حسب عادة البلد. نعم. أو تعتق رقبة إذا أمكن، هذا مخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم تقدر على واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام. الله أعلم. بارك الله فيكم. في حال الحكم بوقوع الطلاق منه، في قوله علي الطلاق بالثلاثة، كم يقع به؟ طلقة واحدة أو ثلاث؟ الجمهور على أنه يقع 3 طلقات. نعم. وإن قالها بهذا اللفظ؟ وإن قالها بهذا اللفظ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.